مفاجأة مش كده؟ دوختنا معاك يا سيد ممدوح. كان لازم نعمل كل ده عشان تنطق. ما كنت نطقتني ده. انتوا اللي بذمتك ايه؟ كم مرة تحيلنا عليه ان هو ينطق وهو اللي مش عايز ينطق؟ لا الشهادة لله كتير. ما كنت نطق. جنسك ايه؟ انا مش عايز. لا اصل هو اصله بيحب يسون الامانة. انما الامانة دي تخصني يا خير. بس سيبك انت. ايه رأيك في الممثل اللي كان معاك؟ اقنعك. عمل عليك الدور صح بس انا اللي جاي حلو. بس ما تنسوش ان انا قلت له ان الذهب كان مدفون في الارض وزمانهم خدوه. مصدقينك. انما السر كله مع عزة الدرويش صح؟ لا عزة الدرويش مش لوحده. امال مع مين؟ اكيد مع الراجل الطلياني اللي عايز يشتري القصر. لا الراجل الطلياني وضع ان انتوا مش عارفين حاجة. مفيش راجل طلياني. عايز ده الدرويش اللي عمل كل ده علشان يكوش على كل حاجة صح؟ لا ده انتوا مش عارفين حاجة فعلا. واضح يا كمان يا ان السيد ممدوح لا انا بنلعب عليه فعايز يلعب عليه لا يلعب غيره. مكشوفة قوي دي. عموما انت تقدر تروح دلوقتي. بس قبل ما تروح بقى مش عايز تقولي حاجة يا خالد؟ كلام خلص خلاص ما عادش في كلام يتقال. كله هيبان في وقته. وانا سيبوني في حالي بقى. سيبوني في حالي. كفايه اللي انا فيها دلوقتي. كفايه اللي انا اللي زيك هما اللي بيخلوا الظالم يتجبر لأنهم بيلاقوا له العذر قبل ما هو يلاقي نفسه. بيعملوا له خدهم مداس وبيحلوا الباطل في عينيه. كان ممكن تمشي تبعد تقول مش عايز مش قادر لكن انت استحليت المسكنة والذل تحت اسم الخوف والمشي جنب الحيط. وديك هو في الآخر ما طلعتش بأي حاجة. ضحيت بكرامتك وشرفك واحترامك لنفسك ببلاش. خسرت كل حاجة وما كسبتش أي حاجة.